الايسر وفي انتظار العرضيه من جيجز، وجاءت العرضيه جول جول روني. في تسللات بتمر عليهم بتفوت عليهم. الان اليوفي كرازيتش والتعادل، جاء التعادل من بيبي. الضربة الحرة لليوفي في مكان جيد جدا، تتلعب الكرة جول جول جول. اليوفي يسجل اليوفنتوس هدف رائع جدا، هدف على طريقة البلياردو، على طريقة البلياردو، هدف جميل من ضربة حرة في مكان صعب، وضربة حرة مباشرة مباشرة تماما. يخطئ الدفاع لكن الخطأ الأكبر على لين.